الكوميديا اللي قدمها. طارق العلي والله اني اليوم جامع له مقاطع وابعرضها للناس يوم راجعتها استحيت منها. طارق العلي وش اشهر مقاطع ايحاءات جنسيه وايحاءات حتى شاذه ورخيصه ولا المفروض انها تعرض. النقطه الثانيه المسرحيات اللي قدمها طارق العلي في الكويت نفسها الاسر والعوائل المحافظه ما تسمح بها لبناتها ولا لعيالها ولا تحضرها. والانتقادات بالشارع الكويتي مليانه للمسرحيات اللي قدمها طارق العلي. يعني ايحاءات جنسيه وشاذه رخيصه جدا. اذا كنت لابد مقدم ترفيه او كوميديا يا اخي عندك الكوادر الوطنيه قدم، ما حد قال لك لا تقدم، وانا اول واحد يحضرها. لكن جيب شيء يتوافق مع ثقافه المجتمع، يتوافق مع الاداب العامه. انما طارق العلي اللي مو مصدقين روح يبحث باليوتيوب، راح اسال اي عائله محافظه كويتيه هل تتفرج على مسرحيه طارق العلي، يقول لك لا، لانها الجميع يدري وش اللي يعرض مسرحيه طارق العلي، ولا اعتقد انه خافي على احد. هذا رايي الشخصي والكل واحد رايه. انما انا والله من العبارات التاريخيه اللي دخل بها طارق العلي بالنسبه لي الكوميديا يوم انا مراهق، عبارات مشهوره كلنا يعرفها، تعرف عايض الافلام العربيه، الافلام الانجليزيه، والافلام الفرنسيه، واستحترك ابو عيال، ايحاءات رخيصه وشاذه وقذره. ما ادري والله وش بيقدم لي من الترفيه طارق العلي. السعوديه ما بها اي مجال من مجالات الترفيه، ما بقى بها ممثلين، ما بقى بها شباب من شباب مواقع التواصل الاجتماعي اللي يطلعوا لنا بالكوميديا النظيفه اللي كل ابونا نضحك منها ونتابع حساباتهم. الثاني اللي ضحكني صراحه ان هيئه الترفيه راح تعقد لقاء خاص بين مجموعه من النساء السعوديات وبين اوبرا. اوبرا مقدمه البرامج الاجتماعيه مو الترفيهيه ولا الكوميديه. ما ادري ايش علاقتها ببرامج هيئه الترفيه. يمكن انا ماني فاهم. ولكن هل نسينا او تناسينا ان اوبرا قبل كم سنه كانت المركز الاول بترندات مواقع التواصل الاجتماعي لما كانت تتهكم على لبس المراه السعوديه واساءت للمجتمع السعودي كامل؟ الان تستضاف كقدوه للمراه السعوديه وتروي تحدياتها بعد ما ناهزت ال 64 للمراه السعوديه. ما ادري وش هالقدوه وهالمثل الاعلى اللي يبغى احتذابه، لا هي جايه تقدم ترفيه ولا كوميديا، جايه تقدم تحدياتها بعد ما اساءت للمراه السعوديه. اتمنى ان هاللقاء ما يعقد صراحه.